قصر إيجلميم من القصور العتيقة والتاريخية بمدينة جولميما بعمالة إقليم الرشيدية، وهو من المآثر التي خلدت طويلا وصمدت أمام هول الأحداث التاريخية والتعرية الطبيعية والبشرية، ويجب فعلا أن يصنف ضمن المآثر الخالدة عالميا. وقد حظي مؤخرا شأنه شأن العديد من القصور بالجنوب الشرقي المغربي ترميما لحفظ الذاكرة الجماعية للمنطقة، لكن الزائر والسائح للقصر يندهش أمام هول الكارثة العمرانية التي يعيش على وقعها من الداخل، أزقة بطينها وترابها المألوف، الشقوق الكبيرة التي تخترق الجدران مشكلة خطورة كبيرة على الساكن والمتجول، المنازل آئلة للسقوط، الدروب مظلمة، لا ماء صالح للشرب، لا قنوات الصرف الصحي. وما يؤسف فعلا لأنه هذا القصر استفاد من منحة الترميم لكنها غير ظاهر أثرها عليه. مع الصدغ أماس نغرم نيكلميم نيكلميما هيدا نغرم يمشينا تزران دادي ستيلين لانديكس مدن ناين تامين سأيت مرغاد هيدا نغرم يعني عرفت زراتي يلي وين الدخ يون الترميم ما يتغي تدختيني تخفو دان الترميم الأوضاع انه تعيش نمدن دي سيسوني الزغدغي أزول فلا وانا قولميما سي لومون يدار يمون عرب ديزيني قولميما إيقولميما صافي دير إيقولميما من أمبير بير غور واهلين تقبلي نادي كان قول ميما لا تسمي قلب تقبلتي كان دا نايت زندغي أكسير مون دا هي تقبلني نايت مرغات ديال يرمون يعني ترميم ترميم ني يعني غمد ولا ني ترميم ني غن ضيغ رمي يعني يا ترميم نو رينم دن اشكو عدني وبريدا خاطر ني غرم مي دا وجم ساكن سون تدروين ساكن سون ني غرم كلشي يرد كلشي اشكو 373 فامي اسره اد لاني سوني غرمد يغرم دريتو مارجيناليزا باسكو ا كوز دي ليزيفينمون اللي كان غرم داشكو كان واهلين ليزيفينمون وكل لي شي اونتر غيوم الاشتراكيه العربيه القضيه نيده القضيه تمازيغ اي ناس تو مارجيناليزا غور لي زانفراستركتور كلشي موزدا كلشي والو مدنك والو دغيا انتيغر السدات شو دغيا انتيغر السدات دا كوس كلشي يرد طيب ياض نغور خص بيصار انشنميت غور خص بيصار انشمي 20 غوش غور رميت نيد غور رميت لاور مي غور لاور لا كارو روتيير دايم لاس 4 تيكالي واش خد 5 تيكالي تدوس الرشيد ديال بوري صليح السبيصار راه تقن ماشي صلاح الداون البيرسونيل تخدم من شوف عمر كنا ناين كنا السد كمسني غير من كينيتير انتظر انيغ بانه واهلي انت دروين ردلنت انيغ واهلي مدن الزغن قيم الكيس انت دروين يعني مهددين الي للسقوط يعني في اي لحظه انيغ بانه كان والوتي تو يماس ايدر يعني اي دغ مد الناس سينايا استلاج نتي المحاسبه مي صافي السينايا دازرينت انا يعني غرم داس مي سيد الحنا غير في تيرشان شي لو سويفوري اللي صول بلاكان العمران ديالنا مش فوكا من سنه تكسل البلاكان سن اشكم داس غويو حتى يقرس دغيس الداد المنطقه تيرس بزاف لي نوزا دونك داس غويو داس غوالي تي كليكت فون والي داد الباشا داد والو مي ديام حتى نايد لا انت دروينا مي دراو ناس يقيموا مناص لا انت دروينا مي دراو حانو يقيم غير ينقو حانو تعيش من دا ضيو الاوضاع كان اوضاع مزريه ضغيط الطلب ونيل لا غير فايد البروجي العمران نترميم قصر قليما اعاده النظر جيدا نترميم نايكا مشي فوكا هذيك البلاكان فوري فوكا جادي شمال عند تقلنا حتى يقر السد على حقي دابا هاد الخدمه ندير ماشي هي الخدمه ديال الترميم هاك على قيد الخدمه ديال الترميم الحاجه اللي ضايعه كيرمموا كيرجلوها على قيد شنو بعض الاماكن الاخرى ترميم ماشي هكا داروا له كيرجلوا الترميم وكيعجبك تمشي تدوز فيه نعم هادو لا خاليين الضيور في جنب الطريق اللي غادي يطوحوا وخلوهم شافوا سيدي الضيور في جنب الطريق اللي غادي يطوحوا وخلوهم وشافوا سيدي الزناقي اللي ما سميتو اللي ما مزيانين شي وخلوهم متفاهمين دابا نعم وهذا الشيء ديال التطهير الوضع الحار ديال اييه هذا الشيء ديال التطهير ماشي هو هذا على هذا هو اللي جاب الدف والقصر قالوا لي كاع ما خدامش نهائيا ما خدامش على قد دابا القصر قديم نعم ملي مشاو حفروا تحتو الساس نعم تحرك القصر تحرك كله تحرك 50% 55% تحركت فيه
باش بالحفير ديال 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 ديال, ديال الواد الحار ديال الواد الحار ها. وفي الاخر ما خدامش وفي الاخر ما خدامش على حقيت ما تقلوش متفاهمين دابا نعم. ما تقلوش وما كان تقلوه راه هذا القصر راه تاريخي وراه عنده اهميه في التاريخ ياك متي نعم. نعم. وليه لاس عظمه ربي هو العظيم ياك نعم. اللي فيه ناس عظمه نعم. يكون زعما اني خدموا هذا القصر وني بلاوه اللهم اغفر لهم لو كان مشاو على داكشي نديرو الاولين غادي يولي هذا القصر تحفه متفاهمين دابا نعم. غادي يولي هذا القصر تحفه نيت نعم. ولكن والله ديما خلقني نقول لكم امين 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 فهمتني والله ديما خلقني نقولوا على على قدش نديرو دوك الناس اللي يخدموه ماشي هكا فهمتي دابا نعم. هذوك الناس اللي يخدموه ماشي هكا ماشي هي الخدمه علاقاش خصو دابا الموضع اللي راه شي خصو كيعاودوه وحنا راه شفنا بزاف ديال الديور طايحين هكاك واش هذاكشي اللي قلت لك اغلبيه راه دخلنا لداخل وشفنا مجموعه من الديور كلهم طايحين وكيبان بانه راه هذاك الترميم غير الزواق على بالروزان علاقاش دابا اسمحني نقول لك الترميم ماشي دابا مع على هاد بحال هاد البلاصه دابا عاد الثقبه دابا هي نعم خصك تعاودها وتقادها لك هو الترميم بحال نطيحو شي ونصوبو شي والو ما فاهمين دابا نعم دابا القصر اللي هو تكلم على دارو زيرهم راه كيصابوها له نيت كنت مسكين ما عندوش جهد باش يتكلم ولا ما كاينش في البلاد راه خلاو دارو هكا شاوري لي معنا يدان ترمي من هنا شاوري في المانيا انت درت قيمه يستر تلامي ساكن انت قلني مد درت ساكن شو لا واش شريتيه في درات الصغار واش درت لاو داير فلاس وماس اماس يعني دان ترمي من كي جا غير ميسيد اخرى يانا لوتي يانا لوتي العلو يعلى بالراس في يانا لوتي برا هاد العلوي مجلس انا قلت شي عوال واد الحار ورغور لي واد الحار مانيت ولكن انا كيكوني انا واد الحار الا واد الحار حتى تريكو في ما كان وراك يخدم ويخدم وما سدن هو من الناس استعمل معنا يتدر وين غورون سوفون برا سوفون برا التصيف التسيم سوفون اوكي هذا نشوفوهم نسبر راسهم